يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للرجل قل ما شاء الله ثم شاء محمد، وبين قوله في الحديث الآخر بل ما شاء الله وحده؟ هذا أكمل، ما شاء الله وحده أكمل. وإذا قال ثم شاء فلان هذا جائز، الرسول أرشد إلى الأفضل والأكمل. نعم.